بفتح رجلي تطعمي ولادي. زبالي مستقبلي، مستقبلي تدمر عالسفر. عم حارب لحتى ما أوصل ولا أوقع، بس عم بقشط بمطار حمان. ليش؟ ما عندي سكن، بدي أتحمم. كتار بيفكروا أنه النساء بيدخلوا على مجال الدعارة لأنه هيدا خيارهم، بس بالحقيقة النساء بيدخلوا على هالمجال نتيجة قلة الخيارات اللي عندهم إياها بسبب الفقر والتشرد، أو نتيجة استقطابهم واستغلالهم من قبل المتاجرين فيهم والقوادين يلي بيكونوا غالباً أشخاص مقربين من النساء. أخذني زوجي لحم وكبنا عظم. $1,500 دفع له رفيقه لزوجي ونيمه على تخته بالتصوير صوت وصورة، وصار يهددني فيهم إذا ما اشتغلتي ببعتهم لأهلك. أغلبية النساء بالدعارة هن بالأساس ضحايا عنف أسري. فليت من البيت بنت 15 سنة، كان في عنف جنسي كتير قوي، يعني هو البي. وبمجرد ما صاروا النساء بقلب عالم الدعارة صاروا حكماً معرضين بشكل كبير، وتحديداً من قبل مشتري الجنس للضرب والتهديد، للعنف الجنسي والاغتصاب، للسرقة والابتزاز، وللعنف المعنوي. رحت عند واحد قام اغتصبني من ورا، ضربني وسرقني، كنت متت يعني. شلحني بالزلط بالكيلو ضليت، قال لي فلي على البيت. كتار بيصرحوا عن رغبتهم بأنهم يطلعوا من الدعارة، بس بذات الوقت بيقولوا أنهم بيواجهوا صعوبات وتحديات كتيرة، بالأخص صعوبة يلاقوا شغل، يلاقوا سكن، بيخافوا من وصمة المجتمع، بيواجهوا سيطرة القوادين عليهم وخطر التوقيف لأنه القانون بيجرمهم وبيحتجز الأجنبيات يلي ما عندهم إقامة. يعني هو دمار من ناحية السمعة، وبتضل وصمة على طول، وين ما فتي وين ما طلعتي انت بتشتغلي في الموطة، هي أصغر كلمة بقول لك إياها. باحتقار، بقرف، بقرف من جسمي كله، هالجسم كله شاب لبناني، سوري، عراقي، سعودي، أردني، كله قرف، جسمي مو إلي للعالم. النساء متروكين لحد كبير يواجهوا الفقر، العنف والاستغلال، المجتمع والقانون لوحدهم.